السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أستاذ الفلسفة، واليوم في الإسلام والرد على الملحدين. نتابع الفيديو. خوف الناس بعذاب ميتافيزيقي طبيعي يتبعوك لأنهم جاهلون. هو قال لك يؤمنون بالغيب في القرآن، سبحان الله، يقول الذين يؤمنون بالغيب. إذن بالميتافيزيقا هذا الشخص يحاول الوصول إلى نقطتين. النقطة الأولى هو أنك يقول لك باللي تخوفوا في الناس بعذاب ميتافيزيقي، مستدلا بقوله يؤمنون بالغيب. قال لك بما انه غيب فهو ميتافيزيقي، وميتافيزيقي معناه غير موجود. اولا انت شكون اللي يسمح لك تستعمل لفظ ميتافيزيقي؟ لو كان يجوز تقصد واش معنى ميتافيزيقي يمكن واش فاهمها اصلا. ميتافيزيقي معناتها هذا مصطلح فلسفي يعني ما وراء الطبيعه. ميتافيزيقا ما وراء الطبيعه، واش معنى ما وراء الطبيعه؟ ماذا؟ شيء غير ملموس، شيء غير ملموس. ولكن هل كل غائب هو غير ملموس؟ نعطيكم مثال. لما نقول لك مثلا غاب الاستاذ راه غائب، هل هذا يعني ان الاستاذ ما عندوش وجود مادي في العالم تاعنا؟ هل هذا يعني ان الاستاذ هو شيء ميتافيزيقي بما انه غائب؟ إذن الغياب ليس دليلا على كون هذا الشيء ميتافيزيقي. هذه النقطه الاولى. نقطه ثانيه، يمكن الغيب يكون شيء ميتافيزيقي مثل الاخلاق. نقول لك غابت الاخلاق لديك فانت ما عندكش اخلاق. اخلاق اسكنتكش من هاش الاخلاق عندها وجود مادي. عارف الاخلاق هي مجموعه افعال ولا سلوكات، ولكن كاش من نهار داش هكا الاخلاق جايه تمشى قدامك هكا واش الاخلاق ما تشوفهاش. يعني الاخلاق واش هي؟ اشياء ميتافيزيقيه، اشياء غير ماديه. مثلا النفس، العقل تقول لي عقل، لا عندي عقل وجود مادي. العقل ما عندوش وجود مادي. العقل هو انت عندك الوجود المادي، عندك دماغ وعندك مخ، ما عندكش عقل. العقل هو شيء ميتافيزيقي، احنا نقولوا بلي عندنا العقل. النفس ما تقدرش تشوفها، ما تقدرش النفس هكا جاي تمشي قدامك ما تقدرش تشوفها. الفضيله تشت الفضيله هكا تمشي قدامك ما تشوفهاش. السياسه مثلا، السياسه ما تقدرش تشوف السياسه جات تمشي على كرعيك تقول لك السلام عليكم، تجي فايته. السياسه ما عندهاش وجود مادي، فهي اشياء ميتافيزيقيه. الان نروحوا للايه اللي يبغى يستدل بها. ربي سبحانه يقول لك يؤمنون بالغيب. اول شيء عرفنا بلي الغيب يمكن يكون شيء مادي عنده وجود مادي مثل غاب الاستاذ غاب التلميذ، ويمكن يكون شيء ميتافيزيقي عنده احتمالين. الان نحاولوا نعرفوا واش راه يقصد القران بالغيب في هذا الموضوع. اسكو راه يقصد شيء ميتافيزيقي ولا يقصد شيء مادي؟ ربي سبحانه قبلها بكلمه يقول لك يؤمنون. وتعريف الايمان هو الاعتقاد الجازم. الايمان هو الاعتقاد الجازم. الجازم اللي هنايا يعني شيء مطلق. يقول لك انا شيء جازم فيه يعني متاكد منه، هذا شيء مطلق، هذا شيء يقيني. في الفلسفه الجزم يعني دوغماتي كما نقولوا، شيء وثوقي، شيء حاجه 100% صحيحه. فاذا نجيب لك ايه اخرى على الجحيم اللي قلت باللي انت شيء ميتافيزيقي. ربي في سوره الكوثر شيء يقول لك الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. هل هو واش عندك علم اليقين؟ باش قال لك لترون الجحيم. الجحيم اللي تقول ميتافيزيقي تشوفها بعينك. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. يعني واش معناتها؟ معناتها تشوفها بعينك، عين اليقين. هاو كان علم اليقين، عندي معرفة، عندي علم يخليني متيقن من وجود الجحيم. ولكن في الآية الزوجة قال لك بصح يوم القيامة غادي تشوفها بعينك، تشوفها عين اليقين، العين وتتيقن منها. ومن بعد في آية في سورة أخرى شي يقول لك حق اليقين. حق اليقين واش معناتها؟ معناتها لما تذوق العذاب، لما تدخل النار وطفرت. يعني لولا عندك علم اليقين، عندك معرفة يقينية بوجود العذاب بوجود الجحيم، من بعد عندك عين اليقين كي تجي يوم القيامة وتشوفه قدامك راك تحاسب راك تشوف فيه، من بعد عندك حق اليقين يا تروح للجنة يا تروح للنار. ولكن الغريب أنني لما أردت أني نصنع فيديوهات باش ندخل الناس الأجانب، أحب نتعلم اللغة الإنجليزية باش ندخل الأجانب الإسلام ونستعمل الفلسفة المنطق باش ندخلهم الإسلام وبينهم باللي القرآن هو الشيء الوحيد المنطقي، هو الدين الوحيد المنطقي واللي يتماشى مع العلم واللي يتماشى مع العقل، تلاقيت مع أشخاص عرب ملحدين وبدأوا يخرجوا من الإسلام. يعني درك واش درك نعاود ندخلكم انتم الإسلام ولا كيف؟ ولكن غادي إن شاء الله ربي ندير لكم سلسلة
للعرب هذو الاشخاص الملحدين اللي عندهم شكوك في الاسلام نصنع لهم ان شاء الله بربي فيديوهات حول الايمان بالله ومعرفه الله. السلام عليكم ورحمه الله.